على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سعادة والي جهة درعات فلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نفتتح بهذا الحفل المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. على ساعات تتهيأ فيها القلوب لعطاء مقلبها والصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسمحوا لي باسم مؤسسة زاوية سيدي العربي وباسم جمعية سيدي أحمد الهواري لإحياء التراث الصوفي وباسم الشرفاء الهواريين أن أحييكم جميعا وأرحب بكم في احتفالية تتسم بالجلال والجمال على قدر صاحب الذكرى الغالية من قال فيه مولاه وإنك لعلى خلق عظيم. فاق النبيين في خلق وفي خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. إذا تغنى المادحون بمدحك يا رسول الله فإنما مدحوا قصائدهم بذكرك. إنها ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكرهم بأيام الله. سيظل يوم المولد النبوي الشريف يوما شاهدا على أعظم ذكرى في تاريخ الأمة في تاريخ الأمة الإسلامية وهو يوم يمنحنا العبر والدروس من مستوى إشعاع هذا الموسم الذي يعمل على إحياء سنة خير ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منقذ الإنسانية من الضلال ومخرج البشرية من الظلمات إلى النور. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وزيه عنا خير الجزاء لما هو أهله. سيد الوالي المحترم إن حضوركم المشاركة في فعالية احتفال بموسم سيدي أحمد الهواري في هذه الأجواء الربانية وفي هذا المكان الزكي يجدد نفس القيمين على هذه الزاوية العتيدة لبذل المزيد من العطاء للقيام برسالتهم الدينية التربوية والاجتماعية خدمة للسنة النبوية الشريفة والحفاظ على تناسك أطياف الأمة ووحدة المذهب والعقيدة عملا بدين الوسطية المشهود به للمغاربة منذ القدم. السيد الوالي المحترم أريد أغتنم هذه الفرصة وفي هذا السياق الديني لأقدم لكم تشكراتي الخالصة صلاة عن نفسي
ونيابة عن أعضاء المجلس وساكنة بركلة السفلى على المجهودات التي تبذلونها من أجل النهوض بالخدمة التنموية في هذه الجامعة، لا سيما تلك التي تكتسي طابع القرب، وأخص بالذكر مشروع بناء وتجهيز داخلية بمدرسة الإمام نافع للتعليم العتيق بقصر تزكوارين. متمسكا منكم السيد الوالي المحترم التفضل بمزيد من المشاريع التنموية. فريضة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون رسوله فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. كما تود الرابطة أن تعبر للسيد والي جهة درعة تفيلات وعامل صاحب الجلالة على إقليم الراشدية عن خالص الشكر وعظيم الامتنان على مجهوداته القيمة التي يقوم بها لخدمة هذا لخدمة الصالح العام تحت رايات أمير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وإياه. وتعبر عن شكرها كذلك لجميع الذين ساهموا من قريب أو بعيد في تحقيق هذا اللقاء وتنظيمه والإشراف عليه، سائلين المولى جلت قدرته أن يوفق مسعاهم وينير سبيلهم ويكلل أعمالهم بنجاح، داعين الله عز وجل أن تحل هذه المناسبة على مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس حفظه الله بمفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يبارك في عمره حتى يحقق لشعبه كل ما يصب إليه من رقي وازدهار. طائرة الثور وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الله عزيز حكيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله غفور رحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل تتبعون
منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار إلى خذلاني واجعل له من علماء الأمة من يخلص النصح صلاح العالم واختم لنا